لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أحبابنا الكرام، في ختام هذه الحلقة تعالوا بنا جميعا، كل واحد منا يستحضر أقاربه وأحبابه ومن له الحق عليه ممن فقدناهم، ممن انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، وإنهم الآن في قبورهم يفترشون التراب ويتغطون بالتراب وينتظرون منا الدعاء. تعالوا بنا، كل واحد يستحضر أحبابه وأقاربه وندعو لهم دعوة خير، ونقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إن هؤلاء المؤمنين والمؤمنات قد انتقلوا إلى جوارك، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم إنهم عبادك، بنو عبيدك، بنو إمائك، خرجوا من الدنيا وسعتها وجاءوا إلى ظلمة القبر. اللهم إنهم كانوا يشهدون أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم بهم. اللهم يا رب إنهم قد نزلوا بك وأنت خير المنزلين، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. نتوسل بك إليك يا رحمن، ونقسم بك عليك يا منان أن ترحمهم رحمة واسعة، وأن لا تعذبهم، وأن تثبتهم عند السؤال يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أبدلهم دارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. يا رب عاملهم بما أنت أهله، ولا تعاملهم بما هم أهله. يا رب اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وافرش قبورهم بفراش الجنة. اللهم يا رب العالمين املأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت أهل الوفاء وأنت أهل الحق، فاغفر لهم وارحمهم يا غفور يا رحيم. اللهم يا كريم يا حنان يا منان، أمنهم من فزع يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة، واجعل أنفسهم آمنة مطمئنة. اللهم لقنهم حجتهم، واجعلهم يا رب العالمين في بطون القبور مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبجود رضوانك واثقين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. يا رب يا كريم اجعل عن أيمانهم نورا، وعن شمائلهم نورا، ومن فوقهم نورا، ومن تحتهم نورا. اللهم أعظم لهم نورا حتى يبعثوا آمنين مطمئنين في نور من نورك يا نور السماوات والأرض. انظر إليهم نظرة الرضا، فإنك يا رب من تنظر إليه نظرة الرضا لن تعذبه أبدا. يا رب اعف عنا وعنهم، فإنك القائل ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. يا رب إن هؤلاء الأحباب قد جاءوا إلى بابك وأناخوا بجنابك، فجد عليهم بعفوك وإكرامك وإحسانك. يا رب أسكنهم فسيح الجنات، اغفر لهم يا رحمن، وتجاوز عما تعلم
يا عليم. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمنا وارحمهم وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات، احشرنا وإياهم مع المتقين إلى الرحمن وفدا، احشرنا وإياهم مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتنا جميعا سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشر أمواتنا والمؤمنين أجمعين، بشرنا وإياهم بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا وإياهم من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اللهم يا رب العالمين شفع فينا نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا وإياهم تحت لوائه، واسقنا وإياهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. يا رب يا كريم، إن أمواتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كانوا من الصابرين على البلاء فلم ينجعجوا، امنحهم يا ربنا درجة الصابرين. كان أمواتنا يوفون بأجورهم من غير حساب، فإنك القائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم يا رب العالمين، إن أمواتنا كانوا لك من المصلين، فثبتهم على الصراط يوم تزل الأقدام. يا ربنا، إن أمواتنا كانوا لك صائمين، فأدخلهم الجنة من باب الريان. يا ربنا، إن أمواتنا كانوا لكتابك تالين وسامعين، فشفع فيهم القرآن وارحمهم من النيران، واجعلهم يا رحمن يرتقون في الجنات إلى آخر آية يقرؤونها. اللهم ارزقهم بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارحم جميع أمواتنا، أدخلهم الجنة يا رب العالمين، وسامحنا وإياهم. اللهم ارحمنا وإياهم إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. ارحمنا يا رب العالمين إذا اشتدت الكربات وتوالت الحصرات وفاضت العبرات وتعطلت القوة والقدرات. ارحمنا يا رب العالمين إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ارحمنا يا كريم إذا ورينا بالتراب وغلقت القبور والأبواب وانفض عنا الأهل والأحباب. ارحمنا يا رب العالمين إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم. اللهم شفع فينا نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارحمنا أجمعين يا رب العالمين، ارحمنا رحمة واسعة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ارحم جميع أمواتنا، وارزق جميع الأحباب ممن فقدوا العائلة والأقارب، وارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام. اللهم اجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين في جنات النعيم. اجعلنا وإياهم ممن قلت فيهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما، إلا قيلا سلاما سلاما. اللهم ارزق جميع الأهالي ممن فقدوا أحبابهم وأقاربهم، ارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر أيوب عليه السلام. اللهم اجعل في قلوب الأحياء رحمة ومودة وألفة، اللهم اجعل في قلوبهم رأفة يا رحمن الرحيم. اللهم انزع من قلوبنا أجمعين حظ الشيطان، إنه يريد أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. اللهم يا رحمن الرحيم املأ قلوبنا بالمحبة والوئام ببركة النبي المصطفى العدنان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.